لم تحصل الجزائر على استقلالها بالمجان بل بتضحيات كبيرة من الرجال والنساء، ومن بينهم هذه الشهيدة غزالة بن عمار التي أرعبت المصور وأحدثت طوارئ في فرنسا. فمن هي؟ وما هو الأسلوب الذي ابتكرته وجعل من فرنسا دمية في يدها؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. الشهيدة غزالة بن عمار شهيدة من شهداء الأوراس، وتعرف أيضا باسم غزالة بنت الأوراس، وهي تنتمي لمنطقة تازبنت، والتي بدورها تتبع ولاية تبسة في جبال الأوراس الممشى. يذكر لها أن دافعت عن السيدات وفتيات الجزائريات من هجمات العدو وغدره، وذلك من خلال طرق مختلفة تحميهن من اغتصاب الفرنسيين واعتداءاتهم عليهن، ولهذا يطلق عليه حامية شرف الجزائريات. هذه المرأة ابتكرت أسلوبا جديدا في حماية شرف النساء إبان الثورة التحريرية، حيث أنها كانت بمجرد سماع صوت المحركات لشاحنات العدو الفرنسي تصعد مباشرة لسطح بيتها وتصيح على نسوة الدوار، فيأتونها ركضا نحو الحوش الذي يستعمل لدرس الحبوب من قمح وشعير. فتجتمع الفتيات والنساء وتمسك كل واحدة يد الأخرى، ويتحولن إلى كتلة بشرية واحدة غير قابلة للاختراق. فإذا حاول الجنود سحب امرأة جميلة مسكت بها عشرات الأيادي، فيحول ذلك دون الاعتداء عليهن. كما أنها ابتكرت عصير البصل الذي يوضع في زجاجات وترش به المرأة جسدها كل ما اقترب العدو، مع تلطيخ وجهها بالفحم المتراكم على القدور من أثر الحطب عندما اكتشف العدو الغاشم بأنها ممثلة للثورة في غياب الرجال. قصدها ضابط فرنسي سام وحطم قفص صدرها بعقب رشاشه، فاستمرت تتقيأ الدم لمدة 3 أيام حتى فرغ جسدها منه ولفظت أنفاسها شهيدة، فرحمها الله. المصور الذي التقط هذه الصورة التي عنوانها المرأة الحرة بنت جبال الأوراس كتب في مذكراته: لم أخف في حياتي كما خفتك لحظة الالتقاط هذه الصورة لهذه المرأة في الأوراس. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.